اخر موضوع معانا النهارده كانش ينفع نختم الحلقه من غيره. الموضوع ده زي ما قلت لحضراتكم قبل كام يوم بخصوص قانون الطوارئ، اللي كانوا فرحانين ان السيسي لغى قانون الطوارئ، لكن قلت لك ما تعشمش نفسك قوي، والزتونه دي كذب، لان ان كان تم الغاء قانون الطوارئ اسما، لكن عندنا قوانين بتاسس وبتدستر وبتشرع للاجراءات اللي موجوده في قانون الطوارئ، زي قانون الارهاب وقانون منع التظاهر وقانون الرقابه على المعلومات. النهارده البرلمان المعيب برلمان حنفي بيقر قانون هو الاخطر خلال الانعقاد الاول والثاني، هو قانون حمايه المنشات الحيويه، الذي اتاح او وافق باغلبيه الاعضاء على مشاركه القوات المسلحه والجيش في تأمين وحماية المنشآت العامة والممتلكات المملوكة للدولة، بالإضافة للمادة الثانية بقى. يعني الجيش النهاردة هتلاقيه هو اللي بيحمي الطرق وبيحمي البنزينة وبيحمي الكباري وبيحمي المستشفيات. المادة الثانية في القانون، ودي خطيرة جدا، بتقول لك تخضع الجرائم اللي بتقع على هذه المنشآت والمرافق للقضاء العسكري. يعني بكرة لو انت راكب عربيتك ودخلت في كوبري من الكباري هتتحول للقضاء العسكري، لو دخلت في عمود على الطريق هتتحول لقضاء عسكري، لو دخلت مستشفى او مدرسة واتخانقت مع عامل فيها هتتحول للقضاء العسكري، بقانون معيب مشؤوم بيرسخ لوجود العسكر في الشارع. النهاردة مش محتاجين تاني حد يهددنا بنزول العساكر ولا الجيش، لان الجيش بقى موجود في الشارع. كمان الحدود، واللي بيسأل عن الحدود، يا ترى بعد دخول الجيش لحماية المدارس والكباري والطرق في البلد، مين بقى هيحمي الحدود ومين هيدافع عن البلد ومين هيروح يتعامل مع سد النهضة؟ سؤال اطرحه على حضراتكم في نهاية هذه الحلقة. اشوفكم على خير غدا في حلقة جديدة من الشرق اليوم.